مرصد الأحداث، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة. تستمر ميليشيا الحوثي الانقلابية بقتل أبناء الشعب اليمني وتدمير اليمن وأيضا تدمير أحلام ومستقبل الطفولة في اليمن. وما قامت به ميليشيا الحوثي الانقلابية يوم أمس بقنص الطفلة طفلة الماء في محافظة تعز إلا واحدة من جرائمها المتعددة تجاه الطفولة في اليمن تحت صمت مخزي للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المتواطئة مع هذه الميليشيا الانقلابية. لا تكتفي ميليشيا الحوثي بهذا القدر، بل تفخخ عقول أجيال كاملة بمعتقداتها الطائفية والمناطقية التي تولد الحقد اتجاه هؤلاء الأطفال ضد أبناء جلدتهم، وكذلك تدمر عقولهم بتلك المراكز الصيفية والمعسكرات التي تستغل براءة الطفولة وتصنع منهم ألغاما موقوتة، وتستغل بذلك أيضا حاجة آبائهم من فقر مدقع أحلته ميليشيا الحوثي الانقلابية وجوعت أبناء الشعب اليمني، وكذلك مستغلة ضعف أولئك المواطنين الأبرياء الذي تعلو أصوات بنادقهم على أصواتهم التي تستنكر كل هذه الجرائم والأفعال التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية. سنناقش اليوم مشاهدينا الكرام وضع الطفولة في اليمن والانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الطفولة في اليمن. نشاهد التقرير ثم نعود إليكم. أجساد هزيلة تعاني من أعلى مستويات التقزم وسوء التغذية الحاد وانخفاض القدرات العقلية، وحياة مبتورة أفقدتها صواريخ القصف الحوثي العشوائي أطراف أجسامها العزيزة وأعاقتها عن الحركة والحياة. وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يصل إلى 2.4 مليون بنهاية العام الحالي 2020، وهناك في جبهة القتال الحوثية يتصدر الأطفال القُصّر الخطوط الأمامية لمقاتلي الحوثيين دروعاً بشرية تشكل 30% من قوام مجند الميليشيات. يمثل الأطفال الحلقة الأضعف في الحرب والضحية الأكثر تضرراً من تداعيات الصراع المأساوية، لكن ميليشيا الحوثي اقترحت مشروعاً ممنهجاً للفتك بالطفولة في اليمن في إطار مخطط اغتيال المستقبل وإنتاج جيل معاق جسدياً ومشوه فكرياً وسقيم نفسياً. ففي المدارس الواقعة في مناطق الاستيلاء الحوثي نفذت الميليشيات برنامج استنزاف لجيل يمني كامل من خلال تحريف المنهج المدرسي ومسخ عقول الناشئة بأجندات طائفية وملازم حسينية، عززتها بدورات تدريبية ومراكز صيفية والزج بآلاف الأطفال إلى جبهات القتال. فرضت ميليشيا الحوثي على إدارات المدارس التي تم حوثنة جهازها الإداري والوظيفي في عملية تطييف واسع إلحاق عشرات الطلاب والتلاميذ إلى جبهات القتال دون علم ذويهم، كما دور الأيتام ومراكز تأهيل الأحداث الحكومية مخزونا بشريا وزوادة سخية لجبهات القتال الحوثية. ومع قطع رواتب المعلمين وموظفي الدولة وطول أمد الحرب بعد رفض الحوثيين كل مبادرات السلام ومتاحات الحل السياسي، أنتجت ميليشيا الحوثي الأرضية الملائمة لتسرب الأطفال من المدارس إما إلى جبهات القتال الحوثية أو سوق العمالة المهنية الشاقة، ما يعني أن جيلا كاملا من الأطفال سيكون أميا لا يقرأ ولا يكتب في العقود القادمة من عصر الألفية الثالثة. جيل من الأطفال اليمنيين سيكون في المستقبل عبئا على واقعه غير منتج وعديم الفاعلية بعد أن سلبته ميليشيا الحوثي قدراته الجسدية والنفسية والعقلية وشوهت أذهانه بأفكار العنف والطائفية وثقافة الكراهية. أما الذين قتلتهم رصاصات القناصات الحوثية وقذائف القصف العشوائي على الأحياء السكنية والمدنيين فهم أكثر بكثير من كل الإحصائيات والأرقام المتداولة إعلاميا وحقوقيا. شكرا لي الزملاء الذي عدوا هذا التقرير، وأرحب بضيفي عبر الهاتف أحمد هزاع الصحفي. مرحبا بك سيد أحمد. أسعد الله مساءك وجميع مشاهدك أخي الكريم. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد.
من المفترض أن نرى أطفال اليمن وهم يذهبون في الصباح الباكر إلى مدارسهم لتلقي التعليم وكأطفال العالم، لكن للأسف نشاهد أطفال اليمن اليوم في أسواق العمالة وفي جبهات القتال ومشردين وفي بطالة، وهناك استغلال. بوجهة نظرك كيف تقرأ واقع الطفولة اليوم في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ أولا أخي الكريم، ما يحدث من مأساة لأبنائنا في المناطق المحتلة من قبل ميليشيا الحوثي يندلها الجبين. ما يحدث من تجهيل متعمد من قبل ميليشيا الحوثي كي تذهب هؤلاء الأطفال إلى الجبهات إلى المحارق كي تستفيد في الاستمرار في مشروعها القذر. هناك تحول الطفل إلى عال، هو من يعول الأسرة، هو من يوفر للأسرة كل متطلباتها، بسبب أن الوالد أو أبوه موظف لا راتب يتحول الطفل إلى عائل الأسرة الأول والأخير. ثانيا، هناك استغلال كبير من قبل ميليشيا الحوثي للأطفال اللي يلتقي بهم في الجبهات، بحيث أنه يتم توفيرهم قليل من القات أو قليل من المصاريف البسيطة كي يذهبون إلى المحارق. ميليشيا الحوثي تعمدت هذا التجهيل وهذا الأسلوب كي تمتد جبهاتهم بالمقاتلين وتستمر بضرب قوات الجيش الوطني بهؤلاء الأطفال. كما تحدث تقريركم أنه أصبح أطفالنا الآن يخافون يهربون من المدارس تحت بسبب أن أولياء الأمور أصبحوا غير مهتمين بالمدارس. الأستاذ أو التربوي أو المدير أو وكيل المدرسة لا يبلغ ولي الأمر، أصبحت المدرسة عبء على المعلمين أكثر من الطلاب. لذلك نتوقع أن هناك الأسوأ للطلاب في المناطق المسيطرة من قبل الحوثي، وهناك جريمة أكبر وهي المراكز الصيفية الذي تقوم ميليشيا الحوثي بدعمها بشكل غير مسبوق، عكس المدارس وعكس الكليات. يتم تهميش وإيقاف جميع اعتمادات المدارس وتوقيف رواتبهم حتى يتم أخذ هؤلاء الطلاب الذي ما زالت عقولهم نظيفة إلى المراكز الصيفية، ويتحولون إلى عبوات تتفجر بأي وقت. نحن نتحدث الآن عن مئات القتلى من الأطفال في ساحة الحرب. ميليشيا الحوثي تقوم بصورة مستمرة بالبحث عن طريق عقال الحارات عن تسجيل أسماء كل أطفال الأحياء ليتم دخولهم إلى الدورات الصيفية ويتم بعد ذلك نقلهم إلى جبهات القتال. كذلك هناك أضرار كثيرة، منها الأمراض التي يعاني منها الأطفال، الكوليرا وأمراض أخرى سببتها بسبب الانقلاب وعدم توفير الأدوية. يضطر الطفل أن يذهب للعلاج ولكن لا يجد من يداوي. نعم سيد أحمد، ونحن نتحدث عن وضع الطفولة، ربما سعيد الحظ من نجا من قبضة هذه الميليشيا الحوثي الانقلابية، لكن ربما الأضرار لحقت به. عندما نتحدث عن تدمير للمدارس فبالتالي الطفل أصبح خارج هذه المدارس، وعندما نتحدث عن قطع للرواتب يضطر أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم في سوق العمالة. إذن لا تقتصر فقط الانتهاكات المباشرة بالزج بالأطفال في جبهات القتال أو أخذهم إلى مراكز صيفية لغسل الأدمغة، إنما الأضرار تتوالى بسبب وجود هذه الميليشيا وتلاحق الطفولة حتى وهم خارج مناطقهم، مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. خطر ما تقوم به الميليشيا اليوم على مستقبل اليمن بما تقوم به من انتهاكات بحق الطفولة. الانتهاكات من قبل الحوثي تعددت، منها القنص، منها القصف بالمدفعية، منها حرمان الطلاب، منها الفرز الطائفي والفرز المناطقي. ميليشيا الحوثي تعمل بهذا السياق كي تستمر. لولا هذا التفرقة وهذه التعبئة
لانتهت ميليشيا الحوثي. الطفل اليمني هو من يدفع ثمن كل ما تقوم به ميليشيا الحوثي. التقارير الدولية تتحدث أن هناك ملايين الأطفال بعيدين عن التعليم، ملايين الأطفال في تحت خط الفقر، ملايين الأطفال يعانون من سوء التغذية. كل ذلك أتى بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي في 2015، لذلك هم يعيشون ويترزقون على هذه الأشياء، لا يخافون من تقارير أممية أو منظمات دولية. منظمة اليونسف تحدثت كثير واتهمت ميليشيا الحوثي بتهم كبيرة بهذا المجال، بسبب توقف التعليم، بسبب انهاك المواطن أو التربوي أو الأستاذ أو ولي الأمر الذي لم يستطيع أن يقاوم قساوة الحياة، فذهب بابنه إلى الجبهة أو ذهب بابنه إلى سوق العمل ليستفيد أو يرجع له بمال كي يعول أسرته. لذلك نتوقع الأسوأ في ذلك، كما تحدثنا أن المركز الصيفية هي الأسوأ من كل ما يحدث. هناك كما نحن نتحدث عن تعز، هناك قنص بصورة مستمرة، هناك قصف تقريبا في 2019 تم رصده ما يقارب من 44 طفل تم قنصهم من قبل قناصي ميليشيا الحوثي، وهناك 100 قتيل من الأطفال تم قتلهم عبر المدافع أو عبر القذائف المدفعية التي تقصفها ميليشيا الحوثي إلى مدينة تعز فقط، ما بالك في المناطق المتبقية. هناك استنزاف كبير للأطفال في المحافظات المحتلة، هناك استغلال جنسي، هناك استغلال لبيع الأعضاء البشرية، هناك رصد أشياء مخيفة جدا. نحن نتحدث عن اغتصابات في المحافظة المحتلة، عن اغتيالات، عن اختطافات، عن محاولة لاستغلال الطفل قدر المستطاع. لذلك تشعبت هذه المشاكل وهذه المعوقات أمام الطفل اليمني الذي يجد أمامه غير سوق العمل أو يكون يذهب إلى الجبهة. هذه ميليشيا الحوثي وهذه قراراتها، بينما أبنائهم وأطفالهم في الحدائق، في المدارس يدرسون في أعلى المدارس في المدارس الأهلية، بينما أبناء الفقراء يبحثون عن مدارس البسيطة الذي لا يوجد فيها الكتاب ولا الدفتر، لا يوجد فيها الأستاذ. فبالأخير هو من سيدفع الثمن ولي الأمر، وذلك كذلك نحمل أولياء الأمر. كل ما يحدث في المناطق المحتلة من قبل ميليشيا الحوثي هم من يسمحون لأبنائهم الذهاب إلى المراكز الصيفية، هم من يسمحون بالذهاب أبنائهم إلى الجبهات، وهم من سيدفعون الثمن أما بدماء أبنائهم أو انحراف أفكارهم وعقيدتهم. نعم سيد أحمد، قراءتك لاستهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لهذه الشريحة والتركيز عليها؟ هذه هي الشريحة الأضعف أو الحلقة الأضعف كمجتمع متكامل، أن الشاب لا تستطيع أن تسيطر عليه، لديه أفكار سابقة ولديه معتقدات ولديه كذا، لا تستطيع أن تسيطر عليه، بينما الطفل ما زال عجينة أن تشكله كما تريد أن تؤثر عليه، تستطيع أن تؤثر عليه، تستطيع أن تريد أن تقوم بزرع أفكارك الخبيثة، بتحويل أفكار هذا الطفل إلى مشروعك الخبيث. لذلك هي هذه أفضل شريحة لهم، يستطيعون أن ينفذوا أجندتهم بأريحية وأن يزرعوا فيهم ما يريدون. لا فرق بينهم وبين داعش وبين القاعدة، استغلال الأطفال من جميع هذه الماليشيات، يتم استغلال الأطفال في جميع أنحاء العالم وليس اليمن. لذلك لابد أن تكون هناك توعية مستمرة عبر القنوات، عبر التواصل الاجتماعي، وتحذير أولياء الأمور من هذه الذهاب إلى هذه المراكز الصيفية أو إلى الجبهات، والجميع يحفظ أبنائه والرزق على الله بالأخير. لكن هناك لا ننسى أن ميليشيا الحوثي تقوم بالقوة بغصب الآباء بإحضار أبنائهم إلى المراكز الصيفية، وغصب بأخذ أبنائهم من البيوت إلى الجبهات، وعقال الحالة هم الملامين الأولين فيما تقوم به ميليشيا الحوثي برفع أسماء كل شاب في الأحياء في البيوت، يتم زجبهم إلى الجبهات أو استغلالهم في المراكز الصيفية أو الطائفية. نعم، فبالتالي هذا الخطر كيف له أن يواجه إعلاميا بحكمك صحفي أستاذ أحمد؟ أعتقد التوعية المجتمعية هي من ستغلب هذه العاصفة الذي عصبت بنا جميعا. نحن نحاول أن نوعي الناس عبر التواصل الاجتماعي، عبر القنوات، عبر الفيديوهات القصيرة، عبر اليوتيوب، نوضح للناس أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من زرع الأفكار أن خاتمتها سيئة، سيدفع الثمن ولي الأمر، الأم،
الأب سيعود إليهم، ابنهم معاق سيعود إليهم مختل عقليا. نحن نتحدث أن هناك شباب يعودون من الجبهات يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل أخته، يقوم بالتقطع، يقومون بإعطائهم مواد مخدرة وحبوب هلوسة كي يستمرون في الجبهات. كذلك لا ننسى أن هناك شريحة لم نذكرها وهي الفتيات. هناك بدأنا الزينبيات بالمرور على المدارس والمرور إلى المراكز الصيفية والمرور إلى المنازل باستقطاب الفتيات وإدخالهم في هذه الأشياء المرعبة التي ستنتج عليها بالمدى الطويل وليس بالمدى القصير. نحن نتحدث أن الجبهة ستكون مدى قصير، ولكن هناك المدى البعيد هو غرس أفكار خبيثة من قبل ميليشيا الحوثي لتحاول أن تسيطر أكثر على المناطق التي تسيطر عليها. لكن أعتقد أن هناك رفض شعبي حاصل، يحاولون زج الناس بالقوة، يحاولون إحضار الناس بالقوة، دليل أن ليس لهم فكر وإنما بقوة السلاح يحاولون أن يسيطروا على هذه المناطق وعلى أبنائها. أشكرك جزيل الشكر الصحفي أحمد هزاع، كنت معنا عبر الهاتف. ومعنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبدو العنسي. حياك الله. أهلا. نعم، أسعد الله مساءك أستاذ عبدو. أهلا وسهلا أستاذ عبدو. نحن نتحدث عن الطفولة في اليمن، واقعها اليوم وما تعيشه من انتهاكات مستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية على كافة المستويات. لا أريد أن أتحدث بهذا الواقع معك أستاذ عبدو، دعنا نتحدث عن المستقبل المخيف للأجيال القادمة بتفخيخ العقول وكذلك الأفكار الطائفية والمناطقية التي تغرسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بعقول الأطفال. كيف سيكون مستقبل الأجيال القادمة والطفولة في اليمن بشكل عام نتيجة ما تمارسه هذه الميليشيا؟ أقول أخي الكريم شاكر لكم الاستضافة. وفي الحقيقة حين نتحدث عن ميليشيات الإرهاب ثم نتحدث عن الطفولة، فلا شك أن كل دولة أو كل حضارة أو كل خيال يعلم أن مستقبله قائم من خلال الاعتناء بالجيل القادم الذي هو الأطفال. لكن الحوثية وهي تدرك أنها في معركة خاسرة وإن رأت نفسها منتصرة بغرور يعني هوس كبير، إلا أنها مع هذا كله تبحث كغيرها عن هدم الحضارات وهدم الأمم وهدم الشعوب، وتستهدف الشعب اليمني من خلال استهداف المستقبل القادم، أعني الجيل القادم. فهم ربما وغيرهم يعتمدون على الشهوات والشبهات، وحين أخفقت الشهوات في تدمير الأمة وبالذات المجتمعات الإسلامية والعربية أدركوا أنه لا مجال غير زرع الشبهات. ولهذا الحوثية تعد أكبر خطرا على عقول أطفالنا وأبنائنا وذات أكبادنا، إذ أنهم بالحقيقة يقومون بالتدليس وغرس الأفكار السامة القاتلة في عقود الأطفال من خلال أنشطتهم، مراكز صيفية أو منتديات أو حسينيات أو تعزيات أو ما تسميه من مناسباتهم وأنشطتهم. فقد شاهدت بعض الأحيان بعض مقاطع الفيديو أو اليوتيوب، وجدت أنهم يحاولون اغتصاص مبدأ الكراهية السلالية والطائفية واعتنائهم بقضية أن تجعل من الطفل كارها لكل من حوله، كارها حتى لأبيه وأمه ومجتمعه وأستاذه وإمام مسجده وخطيب في المسجد، كارها لجيشه، كارها لكل فئات المجتمع، وذلك من خلال غرس المظلومية التي تتغنى بها الشيعة وبالحوثية خاصة، والتي تعتقد أنها تعطي هذا الطفل المسكين الذي إذا لم يلاقي الاعتناء ويجد البرنامج المضاد من خلال البيت أو المسجد أو المدرسة أو شبكات التواصل الاجتماعي، فلا شك أن الكارثة تكون أن هذا الطفل القادم أو هذا الجيل القادم هو قنبلة ملقوطة كراهية وحقدا وبغضا واستهدافا سلامة نسيج المجتمع ولتفكيك الروابط الأسرية ولتفكيك العلاقات الإنسانية المجتمعية،
حتى تسود شريحة الغاب تستحل الدماء والأعراض والأموال. جيل الذي تربى على الحوثية إذا فاعل أطفال سيصبحون فريسة سهلة من خلال أو من استخدامها ذات للقتل والتدمير. أغلب هذه اليوم شاهد في المعارك أن القادمين أطفال لم يبلغون سن 15 يحملون أسلحتهم وقد سقفوا عقولهم وأصبحت هذه العقول بعيدا عن الحق وعن الشريعة. أيضا أنا أقول هنا إذا كان هذا الخطر القادم من خلال ميليشيات الإرهاب الحقيقية التي تريد الفتك بنا من خلال أطفالنا، فهنالك سؤال ينبغي أن يطرح ثانيا، هو ما هو الحل أو ما هو الواجب أو ما هو العلاج النازع أو ما هي الأعمالية الصد أو ما هي عقليات الإنقاذ لهذه الأجيال؟ أن نأخذ ربما قد تحدثنا في حلقة سابقة هي إغراس الوعي وصناعة الوعي المجتمعي للأبي والأم خاصة، لأن الأب والأم هم الذين تنقل. سيد أستاذ عبدو سوف أتحدث عن دور الأسرة والمجتمع وكل من له مسؤولية تجاه هؤلاء الأطفال، لكن أود الحديث معك في نقطة مهمة. الآن نحن ربما شرفنا على انتهاء السنة الخامسة في ظل وجود هذه الميليشيا التي ما زالت تمارس انتهاكها بحق الطفولة في اليمن. يتحدث البعض يعني إذا كان الطفل في الصف الخامس بعد 5 سنوات أو 6 سنوات سوف يكون هناك فارق في ابتعاده عن المدرسة، في ربما العودة إلى المدارس سيكون هناك فرق بين الأجيال عندما يكون من في سنه الحقيقي ومن ابتعد وعاد إلى فصله الحقيقي، سوف يكون هناك فرق كبير في العمر وأيضا في مستوى الثقافة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في أدمغة هؤلاء الأطفال. أيضا هنا ربما خطر فوق الخطر الذي مارسته ميليشيا الحوثي الانقلابية. يعني البعض يتحدث بالابتعاد عن المدارس سوف يدخل في سوق العمل، سوق البطالة، الانحراف، وكل هذه أيضا سوف تؤدي سلبا في المستقبل فيما لو عادت الحياة إلى طبيعتها. خطر هذه النقطة أستاذ عبدو. حياك. هو الحقيقة أن الكارثة تكمن في التجهيل، لأنه الحقيقة أن مرحبا. نعم أستاذ عبدو أسمعك. أستاذ عبدو يبدو أن فقدنا الاتصال مع الأستاذ عبدو العنسي أحد قيادات التوجيه المعنوي باللواء 83 مدفعية بمحافظة الضالع، وطرحنا سؤال يعني هذه النقطة حول الفارق في إبعاد الطلاب عن مدارسهم وعودتهم في حال عودة الحياة إلى طبيعتها، سوف تكون أيضا هناك كارثة نتيجة تلك الأفكار التي غرستها ميليشيا الحوثي الانقلابية. ربما نعاود ونستكمل حديثنا مع الأستاذ عبدو العنسي، لكن دعونا نشاهد أيضا آراء الشارع والمواطنين حول تلك الانتهاكات التي تمارسها هذه الميليشيا بحق الطفولة في اليمن. جرائم الحوثيين بحق الطفولة والأطفال ليست جديدة، فالكل رأى ما حصل في عام 2015 و2016 و2017 عندما قاموا بتفخيخ جثث الأطفال من أجل استهداف أهالي هؤلاء الأطفال. اليوم الحوثيين لم يتركوا النساء ولم يتركوا الرجال، توجهوا إلى الأطفال، قتلوا الأطفال وهم يذهبون للبحث عن المياه. جرائم لا يقبلها لا العرف ولا الدين ولا الأخلاق ولا حتى القبيلة. هذه جرائم جديدة على مجتمعنا، على المجتمعات الإسلامية وعلى المجتمعات العربية. الصهاينة واليهود لم يقوموا هكذا بقنص الأطفال بنفس الجريمة التي قام بها هؤلاء الحوثيين ومثل ما حصل في تعز. الجرائم في حق الإنسانية قد ذكرها القرآن من أمد بعيد، هذا ديدن فرعون مع أبناء بني إسرائيل، وكذلك يا ديدن الظلم في هذا الأمر. نحن نرى ماذا فعل بشار بأبناء السوريين، وماذا يفعل إسرائيل بأبناء الفلسطينيين، وماذا يعمل الحوثي الآن من قنص هذا الطفل قبل أطفال كثيرون. وهذا طبعا الأعمال الإجرامية يندأ لها الجبين وتنبذها جميع الأعراف والأديان والقوانين الدولية.
لقد تابعنا جرائم جماعة الحوثي المسلحة في محافظة مأرب أثناء استهدافهم بالصواريخ البالستية على الأحياء المدنية والمكتظة بالسكان، وخلف ذلك ضحايا أطفال. لقد تابعنا وبأسى شديد تخزين الجماعة الحوثي المسلحة للأسلحة في وسط المدارس، ورأينا تفجير تلك الأسلحة بمشهد مهول أثناء تلقي الأطفال التعليم في هذه المدرسة. لقد حولت جماعة الحوثي المسلحة المدارس إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة ومنطلق لتجنيد الأطفال ومعتقلات. لقد رأينا جماعة الحوثي توغل في انتهاك حقوق الأطفال واستهداف الأطفال في محافظة تعز بشكل متكرر وبشكل مستمر، وهذا الفعل الذي أدانه مجلس الأمن ضمن القضايا الستة التي تتمثل بقتل الأطفال واستهدافهم. لقد استمرت هذه الجماعة بهذا الفعل الجبان، وآخر ذلك المشهد كان مشهد طفلة الماء، الطفلة رويدة، يوم أمس أثناء ذهابها لجلب الماء في للمنزل قنصها القناص التابع لجماعة الحوثي بشكل مؤسف، وأعبر عن الحزن الشديد إثر هذا المشهد المهول. استهداف ميليشيا الحوثي المستمر للأطفال في اليمن كان آخر تلك الضحايا الطفلة رويدة التي سقطت نتيجة قناص حوثي استهدف حياتها في منطقة الروضة بتعز، وهذه الضحية تضاف إلى قائمة الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق الطفولة في اليمن. هناك الكثير من الأطفال سقطوا نتيجة استهداف ميليشيا الحوثي المباشر لهم على امتداد اليمن في تعز ومأرب والجوف وغيرها من المحافظات اليمنية. هذه المرة ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة. ميليشيا الحوثي لا تفرق في ارتكابك الجريمة في الأطفال أو للكبار، إنما هو مسلسل بشع تستمر دائما في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين على امتداد الخارطة الجغرافية. إذا نعود ونرحب بالأستاذ عبد العنسي أحد قيادات التوجيه المعنوي باللواء 83 مدفعية بالضالع. مرحبا بك مجددا أستاذ عبد. حياك حفظك الله. أهلا ومرحبا بك. نستكمل نقاشنا حول مسألة الفارق الزمني بإبعاد الطفولة في اليمن ونتيجة الغرس للأفكار من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية أو ذهابهم إلى سوق العمالة وغيرها. عودة أولئك إلى مقاعدهم الدراسية بعد هذا الانقطاع كيف سوف يؤثر على مستقبل اليمن والعملية التعليمية والأجيال الذين هم في مراحل الحقيقية لفصولهم الدراسية، بينما هؤلاء يكبرونهم سن فسوف تكون هناك مفارقة؟ ما خطر أيضا هذه النقطة وكيف يمكن تداركها؟ أقول أولا هو المشكلة التي لا يمكن تعويضها هي مشكلة الزمن، العمر، لأن رأس مال الإنسان العمر. ألو؟ نعم أسمعك أستاذ عبدو. ألو؟ نعم. فأقول أنه المسألة مسألة العمر مسألة لا تعوض وهي رأس المال. حين يكون الطفل بعيدا عن المدرسة، يكون الطفل بعيدا عن الفصل التعليمي في الحقيقة، ثم يعود بعد فترة لا بد أنه يشعر بالضيق، أنه يرى أن أقرانه قد تفوقوا وصاروا في مرحلة أكبر من المرحلة التي هو فيها. وعلاج هذا كله يأتي من خلال أننا نحاول أن نوجد يعني عمل تربوي مدرسي من خلالها نستطيع أن نعوضهم الفائت حتى يلحقوا بمن سبقهم في المراحل التعليمية السابقة. طبعا الحوثية حين تستهدف المدرسة أو تستهدف الطالب أو تستهدف الأستاذ بلا معاش، هي تستهدف منظومة العلم والوعي بشكل عام كما قلنا. أيضا مسألة أن الحوثية إذا غرست واستحولت على عقل الطالب أو الطفل ستصنع منه في المستقبل الدكتور أو المهندس أو الأستاذ الفاشل الذي يحقد على المجتمع ولا يؤمن إلا بفئة معينة يدافع عنها ولا يدافع عن الجميع. أنا أقول من خلال قناة سهيل، قناة الإعلامية المهتمة بقضية الطفولة، أن أطفالنا هم مستقبلنا، فلا بد أن ننتزعهم من بين مخالب الحوثية وأن نعيدهم إلى المدارس، سواء في مناطقنا التي نسيطر عليها أو المناطق التي يسيطرون عليها من خلال تنمية ووعي المجتمع. ولا بد أن ندرك أننا لا بد أن نعوض الفارق التعليمي مع الأطفال الذين ابتعدوا عن المدرسة إذا عادوا إلى المدارس من خلال
الدروس كما قلنا الإضافية، ومن خلال توجيه الأب والأم إلى بعض المقررات وإعطائها للطفل أو عندهم في البيت حتى يعوض ما فاته. نعم أستاذ عبدو، المسؤولية المجتمعية والأسرية تجاه هؤلاء الأطفال سواء بعودتهم للمدارس أو للتوعية والتثقيف من خطر من يستغلونهم من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية وعدم السماح لهم بالذهاب إلى تلك المراكز الصيفية ولا المعسكرات، وكيف لهم أن يوعوا الأطفال بخطر هذه التي تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ أقول الواقع المشاهد من خلال ما تعرضه القنوات لا شك أنه يظهر كثيرا من الأحيان أو الوقت أن الحوثية قد استطاعت أن تأخذ أطفالنا من بين أيدينا وتلقي بهم في الجبهات، الأسرى، المشاهدين، القتلى، الجثة المرمية، الإحصائيات التي بثتها منظمات عالمية ومنظمات محلية. لكن المجتمع ينبغي عليه أن يدرك أنه لابد أن يكون المكان أو الملجأ الذي سيرجع إليه الطفل إن استطاع أن يرجع أو استطعنا انتزاعه من خلال التعامل معه برفق ودراسة حالته وسؤاله عن الشبه ثم تفنيدها ثم غرس البديل النافع من خلال المناهج التي نمتلكها. يا أخي نحن والحمد لله مناهجنا سواء الإسلامية أو التربوية أو التاريخية ذاخرة بعلاج كبير لهؤلاء الأطفال. أيضا لابد على المجتمع أن يكون جبهة صد للحوثية، لأن كل منطقة أو مديرية أو قرية أو مخلاف أو محافظة لابد عليها أن توجد جبهة رفض لممارسات الحوثية. أنا أعتقد لو أن الناس بشكل عام رفضوا إدخال أو إرسال أبنائهم لجبهات الحوثي أو لمراكز الحوثي لن يستطيع أن يقف أمام الرفض الشعبي، لأن الشعب إذا أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. كذلك لابد أن نعطي توعية مسبقة لما قد نتوقعه، حتى إذا وقع الطفل يوما ما فلابد أن تكون عنده تغذية سابقة تؤكد له أن ما تقوله ميليشيات الحوثي هو الخطر الكبير الذي كانت تحذره منه أسرته ومجتمعه. هذا واجب الجميع، أبقاء الحارات، خطباء مساجد، رواد ونشطين تواصل اجتماعي، ومن خلال نستطيع إن شاء الله أن ننتشل الأطفال من الخطر المقبل عليهم وهي الحوثية التي تدمر عقول أطفالنا ومهمتنا إعادتها واسترجاعها وتوذيبها وكذلك توجيهها التوجيه الصحيح. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبدو العنسي أحد قيادات التوجيه المعنوي باللواء 83 مدفعية بالضالع، كنت معنا عبر الهاتف. فاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نعود لكم. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وما زلنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة من برنامجكم مرصد الأحداث. حديث اليوم مشاهدين الكرام حول واقع الطفولة في اليمن البائسة وعن المستقبل المشؤوم لأولئك الأطفال والملغوم بسبب الانتهاكات التي تمارس بحقهم. معنا عبر الهاتف رئيس مؤسسة الدفاع عن الحقوق والحريات الأستاذة هدى أصراري. مرحبا بك أستاذة هدى. مرحبا جميعا. أهلا ومرحبا بك أستاذة هدى. يعني ما نشاهده اليوم من انتهاكات بحق الطفولة على جميع المستويات، نرى هناك صمت دولي تجاه كل تلك القضايا التي تخص الطفل سواء كانت في التغذية، في التجنيد، في أمور كثيرة أيضا، في التعليم، الصحة، بينما نرى عندما تثار قضايا معينة تأخذ حجم أكبر من الكارثة التي هي حاصلة في واقعنا اليوم. مثلا عندما نتحدث مثل زواج القاصرات كانت تضج المؤسسات الدولية بالحديث عن هذا الموضوع، هنا لا أتحدث عن هذا الموضوع يعني قد أنتقده أو أكون معه، لا، أتحدث عن إعطاء حجم لقضايا وتجاهل قضايا أكبر، مثل عندما نرى القنص المباشر، الاستهداف المباشر، تسيب الأطفال من المدارس، التجنيد، لا نرى هذاك الحجم الحقيقي لتلك الكوارث بحق الطفولة في اليمن. لماذا وكيف ينظر هذا المجتمع للطفل اليوم في اليمن؟ أولا فعلا انتهاكات الطفولة في اليمن زادت وتيرتها خلال سنوات الحرب وما زالت حتى اليوم.
كل الأطراف الموجودة على الساحة السياسية في اليمن تتغاضى ملف انتهاكات الطفولة في اليمن، أولا نتيجة استمرار الحرب، كذلك أيضا تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الأطفال خاصة الاستهداف المباشر من قبل جماعة الحوثي للأطفال، إما من خلال القنص أو من خلال استهدافهم بالقذائف الهاون أو الصواريخ البالستية كما يحدث في مأرب وفي عدة مناطق. كذلك أيضا دخول الملف السياسي في الملف الحقوقي، للأسف يفقده المنظور الحقوقي. كذلك أيضا التجاذبات السياسية، مثل ما قلت إضفاء ملف على ملف آخر، مثلما بعض القضايا التي تثير اهتمام المنظمات الدولية للأسف عن مثل هذه القضايا أو الوقائع التي تمس الطفولة في اليمن. كذلك أيضا عدم وجود مؤسسات رسمية، وأنا أتكلم عن المؤسسات الحكومية كوزارة حقوق الإنسان التي تعنى بهذا الملف بصفة أساسية، وكذلك أيضا المنظمات المحلية التي تقوم على رصد وتوثيق مثل هذه الانتهاكات. لا يوجد حامل حقيقي للملف هذا، وخصوصا ملف انتهاكات الأطفال والطفولة في اليمن الذي يتعرض لها الأطفال، ليس فقط استهداف في الحق بالحياة وإنما أيضا انتهاكات على مختلف الأصعدة، منها التعليم، منها الصحة، منها زواج القاصرات، النزوح القصري، انعدام الحماية في مخيمات النزوح. جميع كل هذه الانتهاكات للأسف لا يوجد لها حامل مؤسسي يقوم بتسليط الضوء عليها أمام المجتمع الدولي. أما بخصوص المنظمات الدولية العاملة في المجال الحقوقي، مثل ما قلت هناك ملفات سياسية تهتم بها من أجل إدانة طرف من أطراف الصراع أو من أجل الحصول على تمويل في برامج ومشاريع قد تستفيد منها هذه المنظمات، لكن لا يستفيد منها المجتمع المحلي الذي يعاني ويلات الحرب في اليمن، وكذلك أيضا الأطفال بصفة خاصة. نعم سيدة هدى، يعني الطفل طفل، لابد أن يكون بعيد عن كل تلك الصراعات. يعني على سبيل المثال ملف تجنيد الأطفال أو ملف التغذية أو الصحة عفوا أو ملف التعليم، يعني إهمال كما تحدثت بعدم وجود مؤسسات رسمية تتبع الجهات الحكومية تتابع هذه الملفات، هل هذا يعني يشرع لميليشيا الحوثي الانقلابية أن تقوم بمزيد من انتهاكاتها ضد الطفولة في اليمن، وفي المقابل المجتمع هو ليس ببعيد عما يحدث ويشاهد وبدقة أيضا عن كل تلك التفاصيل والانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ ما الذي يشرع المجتمع الدولي أن يعطي ضوءا أخضر لميليشيا الحوثي الانقلابية بعدم محاسبتها ومساءلتها بمزيد من الانتهاكات للطفولة في اليمن؟ أنت قلت بنفسك أنها ميليشيا، فالميليشيات عادة لا تحترم أي قوانين دولية أو قوانين محلية. عمدت ميليشيا الحوثي منذ اندلاع الحرب في اليمن على استهداف الأطفال، إما باستدراجهم إلى جبهات القتال أو بكذلك أيضا تفخيخ عقولهم من خلال المخيمات التي تقوم باستدراج الأطفال إلى جبهات القتال، وكذلك أيضا إغلاق المدارس والذهاب بهم إلى الجبهات، كذلك أيضا الاستهداف المباشر من قبل الحوثيين في المناطق التي تحت سيطرتها إما بالقذائف أو ما عن طريق القنص. المشكلة الأخرى أن المنظمات الدولية التي تتغاضى عن مثل هذه الانتهاكات عادة لا تلزم الأطراف خاصة الميليشيات التي كالحوثيين بأنها تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية وقانون حقوق الإنسان. الشيء الآخر والأهم من ذلك أن التغاضي عن رصد وتوثيق مثل هذه الانتهاكات
هو الذي يجعل ميليشيا الحوثي وجماعة الحوثيين في مناطق سيطرتهم أن تتمادى في اقتراف مزيد من الجرائم بحق الطفولة. نحن اليوم كمنظمات مجتمع مدني أو مثلا كمدافعين عن حقوق الإنسان لا نلبث أن نقوم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأطفال، لكن ما مصير هذا الملف؟ ما مصير هذا الملف أمام المجتمع الدولي؟ هناك تغاضي من قبل منظمات ووكالات الأمم المتحدة بما تقترفه ميليشيا الحوثي، لا يوجد أي ضغوطات من قبل المجتمع الدولي على ميليشيا الحوثي بالكف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وكذلك أيضا احترام القانون الدولي الإنساني الذي ينأى بيئة الأطفال والمدنيين عن الاستهداف المباشر، كذلك أيضا الانشغال أطراف مثل الحكومة وكذلك التحالف وحتى المجتمع الدولي بالملف السياسي الذي أفقد الملف الحقوقي تسليط الضوء عليه حتى في أروقة منظمات حقوق الإنسان أو في مجلس حقوق الإنسان للأسف. نعم، أختم معك سيدة هدى، يعني في الختام، نحن أمام منظومة دولية وهذه المنظومة تعمل وفقا لقوانين ودساتير معينة، أجنداتها ومصالحها الخاصة، يعني بعيدا عن الملف اليمني أو الأزمة والكارثة اليمنية الإنسانية الموجودة حاليا. نعم، فبالتالي يعني هذا ملف الأطفال، يعني كيف لها أن جعلت هذا الملف مهمل وأيضا جعلته طرف من أطراف الصراع بالاستغلالات السياسية وتنفيذ الأجندات عبر الطفولة؟ دعينا نتحدث عن خطوات جادة وفقا لهذه المنظومة الدولية والتي تعني بحماية الحقوق والحريات بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية حق الطفولة في العالم. ما هي الخطوات الجادة والفعلية لحماية الطفولة في اليمن؟ أولا، نحن لدينا منظمات دولية تعمل في الساحة اليمنية وتقوم على تقديم برامج ومشاريع بالأساس أنها تحمل أطفال في اليمن، لكن للأسف ما تقدمه لا يصل إلى الحد الأدنى من الاحتياج الحقيقي لمثل هذه الانتهاكات. الشيء الآخر، مسألة الرصد والتوثيق، لا توجد أي مظلة رسمية يعمل عليها كل منظمات المجتمع المدني المحلية في ملف انتهاكات الطفولة، كل يعمل في طريق مختلف أو في مفترق طرق. المماحكات السياسية أفقدت الملف الاهتمام من قبل الرأي الدولي والمنظمات الدولية، مثل ما قلت لك وزارة حقوق الإنسان منشغلة بالملف السياسي عن الملف الحقوقي. هل توجد هناك إحصائيات عن الانتهاكات التي تواجه الطفولة في اليمن؟ الاستهداف المباشر، التسرب من التعليم، تجنيد الأطفال، كل هذه ترصد من قبل منظمات محلية، لكن لا يوجد حامل رسمي لمثل هذا الملف حتى يسلط عليه مزيدا من الضوء، وكذلك أيضا يلزم الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها من أجل إقامة مشاريع وبرامج يستفيد منها الطفل اليمني وكذلك أيضا الضحايا الحرب في اليمن. علينا اليوم كمنظمات مجتمع مدني وكمدافعين عن حقوق الإنسان وكمؤسسات رسمية في الحكومة الشرعية أن تولي ملف الانتهاكات كل الاهتمام وكل المسار، أكان في الأروقة الدولية أو حتى أمام الرأي الدولي، وكذلك أيضا في المشاريع والبرامج التي تقوم بها الأمم المتحدة، وكذلك كل الدعم الذي يقدم لهذه المشاريع الذي لا نرى منه أي احتياج حقيقي للضحايا. السيدة هدى أصراري، رئيس مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك معنا في الحديث عن حقوق الطفل والانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الطفل في اليمن. شكرا جزيلا لك سيدة هدى. ومشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة، أشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.